توفي مغني البوب البريطاني الشهير جورج مايكل عن عمر 53 سنة بسبب قصور بالقلب، وأعلن مدير أعماله الخبر متمنياً باسم عائلة الراحل احترام الخصوصية بهالوقت الحزين. وكان اشتهر جورج مايكل بالثمانينات وتمكن من بيع أكثر من 100 مليون أسطوانة حول العالم، من 20 مليون لأول ألبوماته بعنوان فيث اللي صدر سنة 87 واللي احتل المراتب الأولى لأفضل المبيعات عدة مرات. جورج مايكل رحل بعيد الميلاد، هو اللي طبعت أغنيته الشهيرة لاست كريسمس أعياد الميلاد من عام 86 وحتى اليوم. لمناسبة عيد الميلاد أحيت النجمة نانسي عجرم حفل كريسمس ريونيون بالفورم دو بيروت بحضور النايب ستريدا جعجع و5000 شخص من طلاب القوات اللبنانية. فشو بتقول نانسي عن الراحة اللي عم تلمسها عند اللبنانيين بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس، وشو هي أمنيتها بالعيد؟ منتابع سوا. كثير مبسوطة باللي صار بلبنان، حاسة انه عم ترجع هيك يعني عم يرجع لبنان يلي كان من 15 سنة، عم ترجع فيه السياحة، وهذا شيء بفرحنا كثير كلبنانية، وان شاء الله دايما انه نضلنا يعني من هالسنة وطلوع باللي صار هلا وطلوع، ان شاء الله نضلنا دايما على تقدم وعلى اشياء بوزيتيف تصير بلبنان. ان شاء الله كل الاعياد نضلنا حاسين فيها فعلا اعياد. طبعا نحن ما فينا الا ما نتمنى السلام، لانه نحن بالعالم العربي بحاجه للسلام، بلبنان وبالعالم العربي بدي اتمنى انه يعم السلام بكل بلد عربي كان في ظلم وعذاب، وطبعا على صعيد الشخصي بدي اتمنى ابقى اللي انا فيه هلا، وعلى صعيد الفني كمان. وبنفس الحفل ايضا مع نانسي عجرم تالق الفنان عاصي الحلاني، وراح نتابع تقرير خاص فيه ومقابله خاصه معه بنشره لاحقه. ضلوا بالف خير.